اوقات كتير بنبقى حريصين جدا اننا نتمرن واننا نلعب رياضة واننا يعني نحافظ على صحة جسمنا او ان احنا نهتم بصحة جسمنا، وبنغفل تماما عن اننا نمرن عقلنا او ان احنا نهتم بصحة العقل وان احنا ننشط ذهننا. هتقولوني هو العقل بيتنشط؟ هقولكم ايوه بيتنشط. طب ازاي ننشط عقلنا؟ في الفيديو ده هقول لكم على بعض العوامل او بعض الحاجات اللي اتعمل عليها ابحاث واللي اثبتت ان هي فعلا بتنمي جدا حتة التركيز، بتنشط العقل، يعني بتنشط الدماغ وبتخلي فيه خلايا في المخ حاجات يعني بتخليه يعني يبقى يكتسب عادات جديدة أو يعمل حاجات جديدة هو مش متعود عليها، بتفيده جدا وبتنمي جدا جدا خلايا المخ وبتساعده على إن هو يبقى أكتر ذكاء وأكتر تركيز وتنشطه ويبقى ليها فوائد كتيرة جدا جدا للمخ. هتكلم عن أول خطوة كده على طول، هي فكرة التأمل. اتكلمت قبل كده عن موضوع التأمل وقد إيه هو مفيد في حياتنا، و مش متخيلين قد ايه موضوع التأمل ده بيفرق جدا 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 في حياتنا. التأمل غير ان هو عبادة، يعني للي مش عارف ان التأمل عبادة، التأمل ان احنا لما بنشوف حاجة طبيعية واتكلمت برضو فيه قبل كده، لما بنشوف منظر طبيعي، لما بنشوف حاجة جميلة قدامنا، لما بنشوف منظر عصافير، منظر خضرة، منظر زرع، منظر بحر، اي حاجة بتكون منظر جميل الانسان بيسبح ربنا، بتخليه يعني من دون وعي منه ان هو بيذكر ربنا وبيكون مبسوط جدا وبيحس براحة نفسية جدا لما بيكون متأمل يعني المنظر طبيعي. اننا تاني حاجة بعد كده بقى ان احنا نجرب حاجات جديدة، حاجات احنا ما جربناش ان احنا نعملها قبل كده، عادات جديدة، نعمل حاجة مش متعودين نعملها هنا. ليه؟ علشان احنا الحاجات اللي اول مرة نعملها او العادات اللي اول مرة نكتسبها او ان احنا نعملها، ده بيخلي المخ يعمل حاجة هو مش متعود عليها، بيعمل حاجة هو يعني بالنسبة له دي حاجة جديدة، فبالتالي بتخلي الجزء الأيمن أو الجزء يعني لو احنا بنستخدم الجزء الأيمن فبتخلي الجزء التاني الجزء الأيسر ان هو يشتغل، فبالتالي بتحفزه بتنشطه، بيبقى فيه تركيز اكتر، بيبقى فيه بيتمرن اكتر، فبالتالي ده بيقوي فكرة ان احنا بنقوي خلايا المخ، بيكون يعني الموضوع مفيد جدا جدا للمخ. بعد كده نحاول ان احنا نغير اماكن حاجات مثلا في البيت. انا بديلكم مثلا مجموعة افكار وانتوا تشوفوا بقى الحاجات اللي هي المناسبة ليكم وكل انسان ايه المناسب ليه ان هو يعمله. نغير مثلا اماكن، نحاول ان احنا نجرب حاجه احنا ما عملناهاش قبل كده. هي الفكره كلها في كسر الروتين، يعني الفكره كلها في اننا نكسر الروتين اللي احنا متعودين عليه في حياتنا، الحاجات اللي احنا متعودين نعملها كل يوم، الحاجات اللي احنا بقت بالنسبه لنا خلاص بقت عاده جديده، نكسر بقى حته الروتين دي ونحاول ان احنا نعمل حاجات تانية جديده. مثلا متعودين ان احنا كل يوم مثلا في البيت او في كده بنحط حاجات في اماكن معينه، مثلا انتريه، مش عارف ايه، سفره في مكان كذا، ده في مكان كذا، نحاول هنجدد نغير يعني حتى نفسيا، حتى دي حاجه في علم النفس، نفسيا الانسان لما بيلاقي حاجه يعني اتغيرت من مكانها، يعني حتى الانسان لما بيتجدد في بيته او بيجيب فرش جديد او بيغير اماكن حاجات معينه، ده بيحس براحه نفسيه جدا. ليه؟ لانه حاجه جديده، بيحس ان في حاجه جديده حصلت، حاجه بره الروتين، كسر الروتين، لان الروتين في حد ذاته بيعمل حاله من الملل وبيعمل حاله للركود في المخ، بيخلي المخ ما يشتغلش، بيخلي المخ احيانا يتوقف عن التفكير، يتوقف عن التركيز. فلازم نبقى فاهمين النقطة دي كده يعني كويس، ولازم نبقى يعني مركزين في النقطة دي. زي ما قلت نحاول ان احنا نغير اماكن، نحاول ان احنا نغير ترتيب الحاجات اللي احنا مثلا سواء في البيت قدامنا او الحاجات اللي نغير حاجات، نغير انشطة، نغير نكسر الروتين اليومي بتاعنا، نعمل حاجات، بعض الحاجات اللي احنا مجربناش نعملها قبل كده.
كل الحاجات دي طبعا التأمل اتكلمت فيها، تجارب جديدة، تجارب جديدة ان احنا نعمل ايه، نجرب مثلا زي ما قلت قبل كده هواية جديدة، نتفرج على نوعية افلام مثلا احنا ما اتفرجناش عليها قبل كده، نكتشف نفسنا، يمكن يكون الحاجات الجديدة اللي احنا بنعملها دي نلاقي نفسنا ان احنا مستمتعين جدا، وفي نفس الوقت بنحفز المخ، يعني بنستخدم المخ، فبالتالي بيقعد يركز يحلل يتنشط. يعني هي الفكرة كلها في ان العقل بيتنشط، الخلايا المخ يعني ان احنا كده ايه بننشطه. في بعض الناس يعني كل الحاجات دي اللي انا بتكلم عنها، هي ده الكلام ده مش من عندي، دي حاجات اتعمل عليها تجارب وابحاث، يعني واثبتت فعلا ان هي فعلا بتحفز المخ، بتقوي الذاكرة، بتنمي التركيز، ليها فوائد كتير جدا جدا للمخ. تغيير الروائح، يعني مثلا حد متعود انه يحط برفان معين مثلا، او حد بيستخدم حاجة معينة، او بيستخدم نوع مثلا شامبو، بيستعمل نوع حاجة معينة، يحاول ان هو يغير، يحاول ان هو يستعمل حاجات جديدة، يحاول ان هو ايا كان بقى بلسم، شامبو، روائح، برفانات، اي حاجة من الحاجات دي، يحاول ان هو يجدد، يستعمل حاجة ما جربهاش قبل كده. الفكرة كلها زي ما قلت في كسر الروتين، ان احنا نكسر الروتين اللي احنا متعودين عليه، نغير زي ما قلت، نغير الاماكن اللي احنا ممكن نكون مثلا حاطينها في البيت، لان دي حاجة زي ما قلت بتحفز المخ وبتخلي المخ كده يعني يتنشط اكتر، لان هو بيبقى شايف حاجة مش متعود عليها، فبالتالي بيحس ان هو ايه، بيبقى في حالة تشغيل الذهن، وفي نفس الوقت بيبقى فيه راحة نفسية أكتر. كمان عشان نبقى فاهمين، بيزود كمان مناطق في الدماغ بالطاقة، يعني بيشحن أجزاء في الدماغ بالطاقة، فبالتالي ده أكيد بينشط الذهن وبيخلي المخ في حالة بتكون جيدة. كمان بيقوي يعني الحاجات دي بتقوي القدرة على التركيز، وبتنشط مسارات عصبية، و زي ما قلنا كسر الروتين هو أهم حاجة بالفكرة. يعني الفكرة كلها أنا اتكلمت، أنا عطيت لكم بعض الأفكار، أهمهم زي ما قلنا التأمل، اتكلمنا في إننا نغير تجارب، نعمل تجارب جديدة، حاجات جديدة أول مرة نعملها، نغير ترتيب مثلا أنشطة معينة، حاجة متعودين بنعملها في وقت معين نحاول إن احنا نعملها في وقت تاني. الفكرة كلها تغيير، نعمل تغيير في حياتنا كده، لأن الروتين بيسبب حالة ركود للمخ، فبالتالي ده بيكون يعني مش كويس للمخ. يعني مثلا هديلكم مثال دلوقتي، يعني في نقطة أنا ما اتكلمتش فيها، يعني مثلا هتكلم هديلكم مثال، لو حد مثلا بيحب يقرأ بطريقة مثلا، يعني في اللي بيقرأ بصوت واطي، في اللي بيقرأ بصوت عالي، في كل واحد ليه طريقة معينة. لو حد متعود ان هو بيقرأ مثلا بصوت واطي، المرة الجاية مثلا يحاول ان هو يقرأ بصوت عالي شوية. لو حد مثلا بيقرأ مع حد، ان هو ايه يستعملوا الأدوار، يعني ده مثلا يقرأ شوية، تاني يقرأ شوية، ده كله بيحفز المخ، بيخلي المخ يشتغل، بيخلي المخ يتحفز، بيخلي المخ بيبقى مركز شوية، بيبقى في حالة كده من تنشيط الذهن ومن تنشيط العقل، فبالتالي ده بيكون صحيا مفيد جدا جدا للمخ. لان زي ما اتكلمنا في ان الانسان زي ما بيهتم برياضة جسمه، العقل برضو مفيد جدا جدا، مهم جدا جدا اننا نهتم بصحته، ونهتم من فترة للتانية كده اننا ننشط ذهننا وننشط مخنا وننشط خلايا المخ، علشان يكون عندنا صحة المخ سليم، ويكون نتمتع بذاكرة، ونتمتع بنشاط ذهني قوي. بس ده كان الفيديو، دي كانت بعض الأفكار اللي المفروض يعني نعملها علشان خاطر نتمتع بصحة ذهنية، ونتمتع بمخ يكون يعني صحي وقوي. يا رب يكون الفيديو فاتكم وعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ريت ما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناة، ونورتوني جدا، وأتمنى أكون قدرت إن أنا أفيدكم. ميرسي جدا جدا ليكم، باي باي.